الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: عندما كنت صغيرا لم أكن أعلم أن العادة السرية تفسد الصوم، يقول: وقد عملتها كثيرا، فما الحكم؟ الحمد لله، وبعد، لا جرم أن استفراغ الإنسان لمنيه طائعا مختارا من جملة مفسدات الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل في شأن الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فجماع الرجل لزوجته في نهار رمضان وإخراج المني ولو بلا جماع كلاهما من جملة مفسدات الصوم. فإذا كنت تفعل ذلك بعد فإذا كنت قد فعلت شيئا من ذلك بعد بلوغك في يوم في بعض أيام رمضان، فإن الواجب عليك أن تقضي هذه الأيام إذا كنت تعلم عددها، وإذا كنت لا تعلم عددها فقدر ما يغلب على ظنك من الأيام أنك أفسدته فتقضيه حتى تبرأ ذمتك. فإن المتقرر عند العلماء أن اليقين إذا تعذر فإنه يصار إلى غلبة الظن، والمتقرر عند العلماء أن غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. فاحسب تلك الرمضانات التي مرت عليك وأنت تفعل هذه العادة، ثم قدر الأيام التي أفسدتها من تلك الرمضانات تقديرا يغلب على ظنك أنه موافق للحقيقة والواقع، ثم عليك أن تقضي هذه الأيام التي فعلت فيها هذه العادة السرية. فإذا مر عليك ثلاث رمضانات وأنت تفعلها فقدر، فإن غلب على ظنك أنك في كل رمضان من تلك الرمضانات السابقة قد أفسدت ثلاثة أيام أو أربعة أيام، فحينئذ عليك أن تصوم 12 يوما وتبرأ ذمتك بذلك. لكن يجب عليك أن تقضي في أصح القولين، لأن هذا من الأمر المعلوم عند العامة والخاصة أن استفراغ الشهوة طائعا مختارا من جملة مفسدات الصوم، فلا تعذر في هذه الحالة بجهلك. فإذا قدرت تلك الأيام وصمتها برئت ذمتك، لكن لا بد أن تقدرها تقديرا يغلب على ظنك مطابقته للواقع. هذا هو الواجب عليك مع كمال التوبة لله عز وجل، التوبة النصوح المستجمعة لشروطها. أسأل الله أن يتقبل منا ومنك وأن يغفر لنا ولك، والله أعلم.